الإقامة بالعراق صعبة، تطلع إقامة أصولية؟ لا كله كلوات. كلوات؟ كلوات هاي ما يفيد. ما يفيد. ما يفيد هاي كم هاي. الإقامة ليش غالية؟ لو رخيصة لو شنو؟ لا مو قليل يعني سنة. كل سنة. كل سنة خلصان سنة إقامة. أي. يعني أنتم تسوون إقامة لأن غالية؟ إيه. لو رخيصة تسوون؟ إيه طبعا. زين. أنت إذا تسوي إقامة أصولية أحسن لك؟ إيه أحسن لي. زين. شنو تفيدك الإقامة؟ يعني تفيد يعني شغلات تجي شرطة عادي. طب شرطة أشوف. إقامة موجود؟ لا.